هي القبور يا وهب، هنا الأموات الأحياء والأموات الأموات. الكل يركضون هنا بسلام، ينتظرون حسابا لا مرد له ولا ظلم فيه. ويح نفسي، لم تعتبر ولم تتعظ. من سيد الرشيد؟ ما الذي أتى بك إلى المقبرة في هذا الليل يا أبا وهب؟ سيدي الرشيد، أجالس هؤلاء الأموات، أطلع على أحوالهم وأسمع شكواهم. ما شكواهم؟ يقولون يا سيدي، انظر، هناك قصورهم وهنا قبورهم. ولماذا يقولون هذا؟ لا أدري. وما يقولون أيضا؟ يقولون من أعطاه الله مالا فواس به كتب من الأبرار. أمرنا بقضاء دينك. لا يقضى دين بدين، اقض دين نفسك يا سيدي. لكنني أريد مكافأتك. ردها إلى من أخذت منه، فوالله سوف تقوم بين يدي الله فيسألك. كفى يا أبو وهب، كفى، قد أخفتني. ما الأمر يا مولاي؟ يضحكني ويبكيني هذا الرقاع في آل. في هذا الرقاع تم تعيين بهلول أبي وهب قاضي القضاة. أجل يا مولاي، حدث هذا منذ توليكم العرش. هذا الرقاع ممهور بيد كل علماء بغداد ومفكريها وفقهائها، يطلبون مني تعيين أبي وهب قاضي القضاة. هذه ثقة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. من أين له الحظ يا ابن الربيع؟ لقد كان أهلا بهذه الثقة مذ كان عالما وفقيها. لكن ما الذي جرى حتى أمسى على ما هو عليه يا مولاي؟ لا أدري ما الذي أصابه يا ابن الربيع، لا أدري ما الذي أصابه. أن ينتقل إنسان من عالم فقيه إلى مجنون دفعة واحدة بين ليلة وضحاها، هذا ما لا أفهمه ولا أستوعبه. لابد أن في الأمر سرا يا مولاي. السر الذي أبحث عنه جاهدا، بثثت العيون من حوله لمراقبته من كل حدب وصوب، فما عرفوا حقا أو باطلا. يا من يأتيني بشيء من الحقيقة فيريحني. أحيانا يا مولاي أشعر به عاقلا جدا، وأحيانا أخرى. لم تستطع أن تكمل يا ابن الربيع. أمست لدي قناعة بأن أبا وهب يدعي جنونه ادعاء، لكن ما تنقصني البينة التي أتوق إليها منذ زمن. أي يكون من أتباع عدوك موسى بن جعفر؟ هذا الذي أبحث عنه، وأنا على يقين أنه غير بعيد عن هذه الكعبة. أبا وهب،
أكثر؟ أجل، ما الذي أتى بك لهنا؟ وأنت لماذا تأخرت حتى هذا الوقت؟ ما الأمر يا أكثر؟ وزير الخليفة. وزير الخليفة؟ ما به؟ كان مع رجاله يحومون حول دارك كما تحوم الذئاب حول نعجة. دعهم في طغيانهم يعمهون. ألا تدخل يا أكثر؟ لا لا لا، أريد أن أذهب إلى البيت، فالليل قد جل. أما وقد حذرتك فقد استراحت والحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلني الآن محبوبا ممن كانوا يمقتونني بالأمس. أرى في الموقد جمرا. إنه بقايا حطب مشتعل. أعرف هذا، أعرف هذا. لكن الذي لا تعرفه أنني حصلت على دجاجة. وأنا لك دجاجة يا جمان. استفتاك بهلول فربحها، واستفت قصعتك فخسرها. شر ذاك بخير ذا. كنت على يقين بأنني سأسترجعها. والله ما استرجعها إلا خلق بهلول وتقاه. أين الدجاجة يا جمان؟ ذبحتها. سلمت يداك، وماذا فعلت بها؟ نزعت ريشها وطبختها. بيض الله وجهك، وأين ريشها؟ رميتها. شلت يداك. وأين رميته؟ في مكان بعيد. سود الله وجهك، ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. أجرب أينا يستحقه. وماذا وجدت؟ أنت يا أبو وهب، قل لي يا أبو وهب، لماذا تعتبرني أستحق هذا الكرسي دونك؟ لأنه يحرق صاحبه بالنار، وأنا أخاف النار خوفا شديدا وأتجنبها. أتخافني يا أبو وهب؟ أخافك؟ أخافك وأنت أعجز من أن ترد ما تسلبك إياه بعوضة. ولكني بدوري أخافك يا أبا وهب. تخاف من أن تسلب حطام الدنيا الذي بين يديك. أتريد أن تطير يا أبا عبيدة؟ نعم. تريد أن تطير كنسر أم كبوم؟ دع السخرية جانبا وافهم ما أقوله. كل ما تقوله نسج خيال. الخيال قد تحقق، وها هو الأندلسي يستعد للطيران. وأي ريش استعمله؟ ريش الدجاج أم ريش النعام؟ قلت لك دعي سخريتك جانبا، إنني أسير في الحدث الذي لم تعرف له بغداد مثيلا. بل تسير إلى حتفك برجليك. وهذه الكتب؟ ما عادت الكتب تصنع الحدث وتدر المال. أما هذا فحدث لو نجحت فيه لملأت خزانتي ذهبا. أي حدث تقصد؟ الطيران. أقبل أن تملأ القدرة عاما؟ لن أقبل سوى الطيران سبيلا والذهب ثروة. إذا انتظر لأحضر ثياب السواد لأتشح بها. أبا عبيدة حبيبي، حقا ستطير كدجاجة. تعال اسمع يا أبا عبيدة، سمعت أنك ستصعد إلى قصر الخليفة وتطير محلقا في أعالي السماء. اسمع اسمع، خير لك أن تنطلق بقصبتك هذا. هلا يا أبا عبيدة، أخشى عليك إن فعلت هذا وسقطت على الأرض بيتا أن لا تجد ديكا واحدا يندبك.
يا رجل، ألا تلتزم حدك وتكتفي بما عندك؟ سيشهد لي التاريخ بأنني أول من حلق في سماء الخلافة. بل ستشهد عليك الأرض بأنك أول من سقط عليها ميتا وفي كتفيه جناحان. مثلك نقمة علي. بل أنا نعمة لك، وأتوق إلى أن تنال حظوة تقر بها عينك، شريطة أن تقص جناحيك وتختصر ذنبك وتقلم من قارك. قسما لو رأيت أغا.